هتكلم النهارده ازاي ان انت تتعامل مع طفل او مع مراهق او مع طرف اخر، ازاي ان انت تبدا ان انت تقيم والدنيا توصل معاك لنتيجه، في حاجه مختلفه، حاجه مش صح، حاجه عايزين نغيرها، فبنعمل ايه في الوقت ده؟ بنعمل اعداد ممكن نستخدم لعبه او حاجه نطلع بيها المشاعر بتاعتنا، بنعمل اعداد. انا بعرف ايه المشكله، ايه الدنيا، ايه بالظبط، بحدد الهدف بتاعي الاعداد فيه الطبع الفلاني، فيه الغضب مثلا، انا عايزه اغير الغضب، عايزه اغير ردود الافعال اللي ممكن يكسر الدنيا، ممكن يغلط، ممكن يشتم، ممكن يضرب حد، يأذي حد، أو يأذي نفسه، أو يأذي يكسر ترابيزة أو كده. فأنا بحدد إيه الحاجة اللي عايزة تتغير، بعدها بكتب إيه الطباع اللي عايزة تتغير، بعد كده بعمل تقييم، ببدأ إن أنا أنفذ عادته. يعني حد غضبان، إزاي يطلع مشاعر الغضب دي؟ إزاي يقول أنا متضايق من كذا؟ أنا فلان غلط فيا وأنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف أطلع المشاعر بتاعتي دي كابت، لأن ممكن يكون الشخص اللي زعله شخص مثلا عنده سلطة، مدرس، باباه، أي حاجة من الحاجات دي، فأنا مش هعرف أرد عليه. طب وبعدين إزاي إن أنا أفرغ الطاقة اللي موجودة جوايا دي؟ أنا بحدد إن في غضب، إن أنا متضايق، بتعرف على المشاعر بتاعتي، إن أنا متألم، بحددها، ببدأ إن أنا أطلعها. أنت حاسس بإيه؟ أنا متضايق عشان كذا كذا كذا، مشاعرك إيه؟ طب الموقف ده تعبك قد إيه؟ طب أنت تقدر تغير الموقف؟ طب إيه اللي ممكن نغيره؟ رد الفعل بتاعنا؟ يبقى هنشتغل على إيه؟ هنشتغل على الموقف إن إحنا نغيره، ولا هنشتغل على ردود أفعالي والمشاعر بتاعتي ومدى إن أنا مش عارف أطلع الغضب ده على شخص فبطلعه على شخص تاني؟ بحدد إيه المشاعر اللي موجودة، بحدد إيه الطبع اللي محتاج إن هو يتغير. طيب بعدين بحط خطة أنت إزاي تطلع ده، بحط خطة إزاي إن أنت تتعلم مهارة جديدة. أنا متضايق فأنا أقول مشاعري، أنا زعلان فأنا أقول إيه اللي مضايقني. طيب وأنا متضايق ممكن أعمل إيه؟ أوقات بيبقى لما بيكون أطفال بنجيب مثلا إزازة بنحط فيها زي مية وترتر أو حاجة من الحاجات كده. طيب أنت متضايق دلوقتي، رج الإزازة كويس قوي وحطها، ما يكونش عندك أي رد فعل غير لما الإزازة تبدأ تفصل الترتر أو الصدف أو الحاجات اللي موجودة جوه الإزازة دي ينزل في القاع تحت. قولي بقى على رد فعلك إيه؟ مؤكد هو لما بيعمل تمرين زي ده، لعبة بسيطة جدا بنعلمها، الطفل بتبقى معاه بيهدى، بيعرف إن هو أنا متضايق بس مش هو اللي غلطان، أنا اللي غلطان. متضايق بس أنا مش هشتم وكسر الدنيا وبوظ الدنيا، أنا ههدى وهرد رد لطيف. التمرين ده ممكن ينفع إيه؟ ينفع مع أي حد، ينفع مع المراهقين، ينفع مع الأطفال، ينفع مع اختلاف شوية، ممكن مع شريك الحياة مثلا، مع الناس أنا متضايق مع مين، أنا بعمل إيه. طيب بنفذ ده، بقيم، ها أنا اتحسنت كويس قد ايه، بنسبة قد ايه. طب الموقف لو اتعاد تاني انا هيكون رد فعلي ايه؟ ببدأ اقوم واقيم كام على 10، انا اتحسنت بنسبة كام على 10، بالنسبة لي، بالنسبة لطفل، بالنسبة لمراهق، بالنسبة لأي حد في الدنيا. بعدين في حاجة اسمها متابعة، يعني عارفين تحت الملاحظة، هي بالظبط كده تحت الملاحظة، يعني في مواقف تانية انت رد فعلك ها ليه ما عملتش التمرين؟ لأن لو طفل صغير بعد ما بيتعلم الحاجة لو أنا ما تبعتهوش هيرجع تاني، أنهي أسهل؟ إن أنا أهدى واتنفس تنفس عميق ويكون رد فعلي كويس، ولا إن
أتنرفز وأتعصب، أني أسهل؟ بالنسبة للطفل أو للمراهق الأسهل إن أنا أتعصب وضايق وأخبط وأكسر وأشتم وأعمل، ده الأسهل. عشان كده المتابعة دورها مهم قوي في الوقت ده. وقتها أنت رد فعلك، أنت فوتت دي، جيت رد فعلك في الموقف الفلاني أنت فوتت دي، أنت ماشي، برافو عليك، تشجيع، سبورت. طب وبعدين؟ برافو، استمر. بنتنينا نتابع لغاية لما هو ما يغلطش تاني، يبدأ يتعلم مهارة جديدة. عايز أقول لكم إن لما بيكون في كذا حاجة، غضب، عنف، مثلا ردود الأفعال صعبة شوية، أنا بحددهم، بكتب قائمة بيهم، ولما بيجي أشتغل ما بشتغلش على كل الصفات دي، أنا بشتغل على صفة واحدة بس، أخلصها أبدأ في الصفة اللي بعدها، أخلصها أبدأ في الصفة اللي بعدها. ليه؟ لأن أنا لو اشتغلت كله ممكن يكون هو إمكانياته مش بتاعة إن هو ده تحميل عليه. لو زاوية احتياجات خاصة ممكن ده كتير، أنا مش فاهم حاجة من اللي انت بتقوليه. لا، فعشان كده بحدد إيه الصفة، بحدد التعلم بتاعها، وبحدد النتيجة بتاعتها إيه، اتقدمنا إيه، اتحسننا إيه، وصلنا لدرجة إيه. بخلص حاجة ببدأ في حاجة تانية. عايز أقول لكم إن الحب والاحتواء قبل ما نبدأ إن إحنا نعلم أي حد أو حتى نشتغل على نفسنا، لو بنشتغل على نفسنا إحنا محتاجين نحب نفسنا، نتعلم إن إحنا بنقبل نفسنا الخير والشر. ودايماً الكلمة اللي بنقولها أنت مش ملاك ولا شيطان، أنت إنسان. مش معنى أن أنت عملت حاجة وحشة أو حاجة غلط يبقى خلاص أنا كده خدت ختم، أنا وحش، أنا ما استاهلش، أنا أنا في ركنة كده من وحش لأوحش، أنا ما فيش فايدة فيا. علشان كده إحنا محتاجين أن إحنا نقبل نفسنا، نقبل نفسنا، نجحنا مع نفسنا، نشوف هنقبل مين تاني، هننجح مع مين تاني. لكن أول خطوة دايما بنعملها إن إحنا نقبل نفسنا، إن إحنا نتصرف وإحنا عندنا أنا فيا أخطاء، هو أنا ليه بقعد أعدل، فلان ده غلطان، فلان ده ما ينفعش، فلان ده عايز يتغير، فلان ده طب وأنا لازم أقبل نفسي، لازم أغير في نفسي، لازم أشتغل على نفسي كويس قوي، وبعد كده أبدأ إن أنا أساعد لما بيكون حد مطلوب مني إن أنا أساعد. تفرق كتير قوي إن إحنا بنقبل نفسنا وبنقبل اللي حوالينا. بشكركم وأتمنى أشوفكم في حلقة.